حاجه كبيره بزاف ما يبغيها لا ربي لا العبد. والوالدين داير رب العالمين في القران منزول ما تقولش اوف قدامهم ولوك مغبول، خليها لقلبك ولا هضرها صاحبك ولا هضرها صاحبتك الا امراه، ما تقولش اوف. هذه الكلمه خاطئه، خطا كبير، باسكو يعياو يغبنهم والديهم ما يجوش يقلبوا الوالدين ما نجيبوش سهرات الليل 9 اشهر في الكرش الغبينه، ما كاش اللي ما نغبنوش عليه والدي. اوف هذه ماشي ملي اوف هذه اوف محرمه الله، لا تقول لم قدام الوالدين حتى اوف، ويسقسوا عليها الا ماهيش بالصح يسقسوا عليها. الظلم كبير، تعداد على الوالدين. كان وين الوالدين يقولوا له راني سامح لك، بالك يخافوا منه. ما تنساش الوالدين لما ينضربوا ويعطيك اللي جيت في لم الوالد، ما نحرقوش كاع لجان، كاين السبوعه كاين يضرب بمه، كل ولد الصغير يقبضها يضربها، يضرب عمته بصح فيها تفصيل، غلطه من غلطه. صح الناس كاع يغلطوا، انبياء وغلطوا، واللي ضربوا اخوهم واللي داروا في البير، واسترجعوا لله تعالى، نزع الله عليهم رحمه واسترجعوا لله. اللي غلط يطلب السماح ويسجد الله، باسكو يا الوالدين لا سمحوا له، كاين وين ما يسمح لهمش ربي.